كابتن جمال عبد الحميد برضه بناء على ما حدث معاه من 30 سنه فاتت ولا اكتر، انه مش حسام عاشور اللي عملوه فيك عملوه فيا وفي عماد متعب. اللي عمله الاهلي في حسام عاشور مبدئيا كابتن خطيب رئيس النادي قعد معاه، قدم له كل تفاصيل عرض لجنه التخطيط، نصحه، والكابتن حسام بيفكر، وان شاء الله زي ما المهندس عدلي اشار الاقدر او الاقرب كثيرا ان يعتزل حسام عاشور بالفانيلا الحمراء. يا ريت كل اللعيبه ما تبطلش اللي في الاهلي. طيب ده اللي عمله الاهلي مع حسام عاشور، اللي عمله مع متعب كلكم عارفين. ومتعب واحد من ابناء الاهلي اللي الاهلي بيعتز بيهم جدا. انت ربطت نفسك مع دول ليه؟ دول يا كابتن جمال ارجوك، دول في حته تانية. كل مره ما احناش حابين ابدا نقلب، لانه المساله مش هتبقى لطيفه خالص، بس باستمرار تحديف طوب على الاهلي في قيمته وفي انتماء لعيبته ليه وفي وفائه، وانت عارف حواليك ايه اللي بيحصل. لكن لو احنا فعلا عايزين نفصل بقى من الاسباب الاساسيه او الاسباب الرئيسيه ان حضرتك ما تكملش في النادي الاهلي، ده كان كلام منك انت. انت مره طلعت وقلت الكابتن ان محمد عباس لما اتكلم ما كانش مركز او ما كانش فايق. طب ما افكرك وانت فايق مع الكابتن محمد عباس في ضيافة الزميل عبد الناصر زيدان، كان الكلام على أجواء العلاقة ماشية إزاي، وطقوس لاعب الكورة اللي كان مطلوب من يحافظ عليه ويستكمل فترة عودته للملاعب كانت عاملة إزاي، بلسانك أنت مش بلساننا إحنا. كويسه يعني ما كناش وحشين قوي، بنتعامل مع الناس بكل بساطه يعني بكل حب يعني. لا لا ما كنا عمرنا ما سهرنا ولا مره. لا لا هي لا. بس حوالي 100 مره بس. يقول لك ما سهرناش غير 100 مره. امال قصه ان السهر والكباريهات كباريهات ايه يا عم؟ احنا عمرنا انت عمرك رحت كباريه يا ابني؟ ولا اعرف غير 50 60 مره بس يا ابني. كباريهات انت راجل مظلوم معاك والله. الراجل ده كمل بيت يعني ايه يعني؟ انت دلوقتي ما كنتش بتغني في ما كانش بياخدك الكابتن الاهدى؟ انت كابتن بعد اذنك، الكابتن جمال ما كانش بياخدك هو وحمامه وتغنوا في النايت كلاب عشان خاطر لحظه بس عشان ما تدفعوش العشاء والمشاريب وانت تغني؟ بس كان صوته حلو قوي، كان بيغني لعلمك في العربيه، ما كانش بيغني في النايت كلاب. كان بيغني معانا ليك ذكريات مع كابتن عباس؟ حد دخل كابتن مليجي قال ان مره هما الاثنين كانوا قاعدين عند الكابتن الخطيب، الكابتن الكبير محمود الخطيب، وخرجوا. ايوه هو سمع بس لكن ما عرفش القصه بالظبط، فانا هسال كابتن عباس واقول القصه بالظبط يعني. اتفضل. بس ما تفضحناش يعني، بس قول القصه. لا بدون احراج من غير فضح يا كابتن، هو ما فيش احراج اصلا، الموضوع ما فيهوش. لا ما فيش فضح، ما فيش فضايح يعني. والله يا كابتن عبد الناصر هم كلموني وقالوا لي ان احنا معسكرين عند كابتن الخطيب. والكابتن الخطيب في البيت عنده كان يعني ايه قافل اكتر من معسكر النادي الاهلي نفسه يعني. كابتن كبير وعارف يعني لعيبته وبيحب الكابتن جمال وبيحب الكابتن عباس، فكان يعني قافل عليهم جامد يعني. فاتفقوا معايا ان انا اجي اقول ان الحاجه مامه الكابتن عباس عيانه. فجيت فعلا رحت بالليل الساعه 12 وخبطت، الكابتن فتح لي، كابتن الخطيب فتح لي، فهو كان يعرفني برضو يعني، انا دايما انت كنت بحب النادي الاهلي طبعا قوي. فقال لي خير يا عبدو؟ قلت له والله الحاجه تعبانه قوي، وقالوا لي وكلموني وانا عايز كابتن عباس عشان يشوفها يعني. ايوه فكابتن عباس جه نزل، طبعا زعلان بقى على والدته، فطبعا كابتن جمال معاه، فقال له ما سيبكش، ما ينفعش اسيبك يعني. المهم نزلنا في قعدة شهر يعني، مثلا خلصنا الماتش وقعدت عيانه كده على طول يعني. شهر يعني بس كل يوم بالليل. ما عرفناش الخطيب ابدا، ما عرفناش بيته تاني. طيب اخطر كلمه اتقالت ان كابتن عباس نزل فلاقى كابتن جمال وقال له انا ما رضيتش اقول لك، ده ما يعني دي قصه، والدتك بخير بس انا ما رضيتش اقول لك انت عشان لازم تيجي معايا. يعني مش بس ان هو يعني مش ملتزم، ده بيستدرج الاخرين معاه.
و بس كابتن جمال هي ما خرجتش عن كده الاسباب. وفي حاجات تانية ما هو مش عايزين الاهلي عالجه ودفع كل التكاليف يا سيدي وكابتن والله زيزو والله عارف واداله الفلوس بتاعه مكافاه افريقيا للبيت. بس انا مش فاهم هو يعني هي دي التجاره بكراهيه الاهلي؟ ايوه. او انك انت تشوه صوره الاهلي فانت تبقى كبير في حتتك يعني، يبقى انت كده بتحب الزمالك يعني. يعني كل ما تهين في الاهلي او تتقول على تاريخه او تقول مثل هذه القصص يبقى انت كده بتحب الزمالك. ده لم ينجو. انت بتقول الكابتن جمال وزعلان منه، امال الاعلاميين؟ شوف ايه اللي قاله الكابتن عادل امين اللي برضه مش راضي ينسى ان هو انتمائه للزمالك من ايام الاهرام المسائي لحد دلوقتي، مكرس عموده في التلقيح على النادي الاهلي. الاستاذ خالد عز الدين ده من زمان وقصه يعني ما كناش يعني شغلين نفسنا بيها، وهم بص حرين ويعملوا كل حاجه، بس خليه معيارك واحد بقى. يعني وانت بتذكر كده قول لي الكابتن حازم امام بطل ازاي عشان نستخدم الطريقه الحلوه اللي بطل بيها مع لعبتنا، ويعني قول لي هي في كل نادي له طريقه، مالناش دعوه احنا مالناش دعوه باللي بيحصل مع الانديه الثانيه، وانتم مالكوش دعوه باللي بيحصل عندنا. لما اللعيب يشتكي بقى ابقى اطلع انت اعمل تحقيقك الفير، خد وجهه النظر دي وجهه النظر دي والظروف دي، وكلم مدير الكره وكلم واعمل موضوع اعلامي يفيد الناس. انما كلها من منظور ان فرصه جت ان احنا نلطش في الاهلي شويه او نوقع بينه وبين لعيبته، مش دي شغله الاعلام، مش دي. طيب المهندس عدلي اشار لفكره القيمه نفسها، الهدف تشويه قيمه الاهلي، الهدف الايقاع بين الاهلي ولاعيبته، حد لدرجه انه حد كتب مره انه ما هو بالطريقه دي هيبقى اي لعيب للنادي الاهلي. شوفوا بقى الاستخدام الخبيث هو ده النتيجه اللي عايزين يوصلوا لها بالظبط. ازاي تقدر تاثر على سوق الانتقالات، وازاي تقدر تنفر اي لاعب انه ما يجيش من الاهلي، ما تروحش الاهلي، لانه زي ما الكابتن جمال عبد الحميد، كابتن جمال انت رحت الزمالك وعملت تاريخ بلا شك ورحت كاس عالم ولعيب كويس وكبير وكل حاجه خلاص واستمتعنا، ولما طلعت تقول لو الاهلي خد الدوري او لو الزمالك ما خدش الدوري ابدا ما بفهمش كوره، الكلام متروك ليك والاحكام للجمهور مش قضيتنا. لكن الفكره ليه الاساءه للاهلي في قيمته وفي قيمه تقاليده علشان يحدث التاثير على صوره الاهلي عند اي لعيب عايز يجيله، لكن حفاظا على هذه الصوره اللي احنا مهتمين جدا باستجلائها وتوضيحها، ما نيجي للاعيبه الزمالك نفسهم اللي جم للنادي الاهلي عملوا تاريخ في الزمالك وجم للنادي الاهلي، كيف عاملهم الاهلي وبماذا شعروا في الاهلي الواحد تلو الاخر يا كابتن جمال، والاول الكابتن طارق السعيد. بص انا يعني الفتره اللي لعبت فيها من النادي اللي في النادي الاهلي من 2005 لغايه 2000 نهايه 2007 كل البطولات اللي كانت بتعدي بقى كان النادي الاهلي بياخدها ساعتها، لان بصراحه كان جيل محترم جدا، وخدنا ثالث كاس العالم في اليابان، اعتقد ده اكبر انجاز في تاريخ النادي الاهلي مؤثر. والحمد لله الواحد كان بيشارك، لكن الاصابات بقى هي اللي فرقت. انا حسيت في الوقت ده لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا، وبالفعل. كابتن طارق سعيد طبعا لعيب كبير وفي سنتين اتنين الترابط الاسري الترابط الاسري خلينا في المعنى الترابط الاسري، والكابتن نادر السيد قال لي هتدخل كانك موجود بقالك 10 سنين من فرط الحميميه والاحترام داخل اوضه اللبس من اللعيبه ليك. ده كلام الكابتن طارق السعيد ودي مشاعر الكابتن نادر السيد. طيب ما نشوف الكابتن هاني العجيزه كمان. النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني، وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكنه في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي؟ بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكانيه هيغير الفكره.
اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في عينه، ما فيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. ما فيش ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده. والله ده اهم حاجه، انه يعني بنتربى نكره الاهلي ويتقال لنا كلام الاهلي في حته تانية. ده كلام لعب 3 سنين ولا حاجه وما بطلش في النادي الاهلي. يعني مش هنقول ان هو بيتكلم كده عشان له مصلحه هياخد حاجه او خد حاجه او ده. لعيب يا استاذ ابراهيم يعني كان ممكن يطلع من قدام النادي الاهلي، لكن طلع قال كلمه حق وطلع. ده انا لسه شايف له حلقه قريب قال لك الحاجه اللي كنت اتمناها ان انا كنت افضل في الاهلي لغايه الاخر. ايوه، لكن ما طلعش برضه طبعا مجروح. اللي انا عايز اقوله إن, ان 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 الكلام ده مهم جدا، الناس لازم تتوقف قدامه. لان اللي بيحصل بقى انك انت بتقول عكسه وتروج له وتدلل عليه بحاجات مش حقيقيه، ولو تسبت لوحدك هتبقى المشكله كبيره جدا. وكمان الكابتن معتز اينو سألني انت راجل اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بقول لك انا راجل اهلاوي وقلت الكلام ده، وراجل بحب النادي الاهلي، وراجل بموت في النادي الاهلي، وواخد فيه 14 بطوله ولا 15 بطوله، تاريخي كله في النادي الاهلي. فليه اجمل ايام حياتك كانت في الاهلي؟ اجمل ايام حياتي يعني شفت فيها كل حاجه حلوه في ال5 سنين بتوع النادي الاهلي، غير اللي النادي الاهلي ذات نفسه اتعلمت منه حاجات كتيرة قوي. فهي دي يعني ايه اللي اتعلمته في الاهلي ما كانش موجود في الاهلي؟ اتعلمت النظام، سيستم ماشي عليه ايا كان مين اللي ماسك او ايا مين كان مين المدير الفني، ايا كان مجلس الاداره، تحس ان الكيان ماشي على خط مستقيم كده، ملوش دعوه بقى مين موجود او مين مش موجود. دايما بيبص لقدام، دايما بيبص اللي انا عندي هدف واحد هو البطوله. الزمالك كان بيفتقد كل الامور دي؟ هو اي نادي في نفسه اللي هو ياخد، بس ما كنتش برضو بتلاقي حاجات كتير. يعني مثلا النظام ما كانش موجود على ايامي، ما كانش فيه سيستم كده، ما كانش فيه روح البطوله، ما كانتش بتبقى موجوده عكس النادي الاهلي. هنكرر كلامنا، دي ناس من ناشئي الزمالك راحوا الاهلي وشادوا شهاده حق. عندك ايه بعدين؟ من اللعيبه الكبار الكابتن نادر